أما على مستوى السلع فقد تباينت أسعار الطاقة والمعادن النفيسة وكذلك العملات الرقمية، وارتفعت أسعار النفط بنسبة بلغت 1.57%، يسجل سعر العقود الفورية لخام برنت 86.56 دولارا للبرميل الواحد. ورغم ارتفاع أسعار النفط اليوم فإنها تتجه لتتكبد خسائر الأسبوع الثالث، فيما يدرس الاتحاد الأوروبي وضع سقف السعر أعلى من المتوقع لشراء الخام الروسي. وذكرت بلومبرغ خسائر النفط تأتي وسط مخاوف التباطؤ الاقتصادي التي تهدد توقعات الطلب، حيث تداول خام برنت دون 86 دولارا للبرميل، مما يضع المؤشر القياسي العالمي في طريقه للانخفاض بأكثر من 2% خلال الأسبوع. أما على مستوى المعادن النفيسة فقد ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم، ليصعد سعر المعدن الأصفر بنسبة بلغت 0.46% عند 1753 دولارا للأوقية. وارتفعت العقود الأجلة للذهب خلال تعاملات الجمعة وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية مدعومة بتوقعات اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لتقليص وتيرة رفع الفائدة. فقد تباينت أسعارها في تعاملات اليوم، وهبطت عملة البيتكوين بنسبة بلغت 0.33% لتغلق عند مستوى 16500 دولار. وانخفضت العملات المشفرة خلال تعاملات الجمعة مع استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وتداعيات انهيار بورصة FTX على السوق. طيب، بنتابع تباين أسعار الطاقة، ما توقعاتك لمستقبل خام برنت؟ خام برنت طبعا هو مرهون بالاقتصاد بشكل عام في أسواق المال والاقتصاد العالمي والتخوف من ركود اقتصادي بشكل كبير. طبعا خام برنت في الفترة القادمة يمكن تحليليا على بشكل التحليل الفني اعتقد ان هو ممكن يكون نيوترال او هيكون عرضي اكتر منه منخفض، نظرا للتخوف بشكل كبير من زي ما قلت لحضرتك التباطؤ الاقتصادي بشكل عام، لان التباطؤ الاقتصادي دوت هيخلي المصانع وهيخلي الاقبال على الطاقه او النفط بشكل عام مش متزايد او مش زي الفتره اللي احنا شفنا فيها حاله من حالات الرواج والانفتاح الاقتصادي او الصعود الاقتصادي. فاعتقادي ان احنا ممكن نشوف خام برنت في الفتره القادمه ممكن يكون ماشي بشكل عرضي، مش هنشوف ارتفاعات متتاليه زي ما حصل في السابق.